السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي وكمان أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله شكل ما وعدناكم هنراجع مراجعة ليلة الامتحان، يعني لو عايز تلم المنهج كله إن شاء الله النهاردة من الألف إلى الياء، وكمان نراجع إن شاء الله على كل الاختيارات اللي ممكن تجينا في الامتحان إن شاء الله، واللي إن شاء الله مش هيخرج منها الامتحان، بس لازم تتابع معايا كلمة كلمة وتعرف احنا بنختار كل اختياري ليه؟ لان من خلال الاختيارات دي هنشرح الجرامر وكمان الكلمات الموجودة في المنهج ان شاء الله. فتابع معانا واتفرج على الفيديو ان شاء الله من اوله لاخره عشان ان شاء الله تستفيد وتعرف وكمان ما تحتاجش حاجة في الامتحان بكرة ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. تعالى نبتدي يلا بأول اختياري معانا النهارده. نمبر 1 بيقول لي what or who or have wrong. طبعا شكل ما خدنا في المحادثه في الوحده الاولى كان اسمها what's wrong. what's wrong يعني ما الامر او ما الخطأ، يبقى اسمها what's wrong. تاني what's wrong، لان كمان ممكن يجيب لي يقول لي ايه is wrong، يقول لي how ولا who ولا what، فبرضه هقول له what's wrong، او انه يقول لي what وبعدين ايه وبعدين wrong، what is ولا what are ولا what am، فاقول له what is wrong. يبقى اذا التركيبه كلها على بعضها what اللي جاي وراه هو is or apostrophe s وبعدين بيجي كلمه wrong يعني ما الامر او ما الخطا. طيب تعالى نشوف نمبر 2 بيقول she wanting a rabbit. شكل ما خدنا في الوحده الاولى بيتكلم لي فيها عن المضارع البسيط، ومش عايزين ننسى حبايبي ان هي she it ومعاهم كمان الاسم المفرد، كل ده كان بياخد wants يعني الفعل اللي فيه اس. اما we they you ومعها الاسم الجمع كان كل ده بياخد want، يبقى لازم اراجع تاني ان المفرد دايما بياخد wants والجمع بياخد want هو وI we they you. طيب تعال نشوف، فبالتالي هقول she wants، يبقى تاني لما يقول انت خدت wants ليه هقوله عشان دي she. طب لو كانت he برضو wants، لو كانت it برضو wants، اما لو I او we او they او you أو اسم جمع فبالتالي هختار want. تعال نشوف اللي بعدها نمبر 3 بيقول لي there is a young cat. the kitten يعني القطة الصغيرة ولا puppy ولا turtle. طبعا بيقول لي the young cat، young cat يعني قطة صغيرة، طبعا القطة الصغيرة بسميها kitten. تاني القطة الصغيرة بسميها kitten. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي there is a young rabbit. طبعا young rabbit يعني أرنب صغير، وطبعا شكل ما احنا عارفين الأرنب الصغير اسمه bunny. تاني اسمه bunny. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي we can see a lot of animals، يعني ممكن نشوف حيوانات كتير. اذا طبعا نقدر نشوف الحيوانات الكتير فين؟ يا ترى سكول المدرسه ولا بيت شوب ولا محل الحيوانات الاليفه ولا كلاس؟ اكيد يبقى بيت شوب، بيت شوب اللي هو محل الحيوانات الاليفه. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي a canary is a. طيب a canary is a ايه؟ يا ترى بير طائر ولا animal حيوان ولا fish؟ طبعا الكناري ده نوع من انواع البيرد، يبقى is a bird يعني طائر. طيب تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي I want or wants or wanting a fish. تاني بنقول ان I we they and you وكمان معهم الاسم الجمع، كل ده يا حبايبي ياخد want، وقلنا مش want بس، اي فعل في المصدر بيجي معه I we they you والاسم الجمع. يعني اقول I want I play I watch I visit I wash I exercise، كل الافعال اللي في المصدر تيجي مع I we they you وكمان معهم الاسم الجمع، يبقى بالتالي هقول I want. تاني I want a fish. the next بقول she doesn't want a fish. طبعا هنا لازم اكون عارف برضو مين اللي بياخد don't ومين اللي بياخد doesn't. طبعا انا عارف ان اللي بياخد don't I we they you ومعهم كمان الاسم الجمع، كل دول يا حبايبي بياخدوا don't. اما he she it ومعهم كمان الاسم المفرد، كل دول بياخدوا doesn't. بس انا عايزك تلاحظ حاجة، ان don't و doesn't الاتنين طالما نفي كده كده اللي جاي وراهم هو want. تاني يا حبايبي اللي جاي وراهم هو want مش wants، ما ينفعش يجي وراهم wants ابدا. don't بيجي وراها want و doesn't كمان في النفي بيجي وراها want، لان لما في doesn't لازم يرجع وراها الفعل المصدر. فبالتالي هقول هنا she
doesn't. تاني she doesn't. يبقى لازم احفظ ان she بيجي معاها doesn't. تعال نشوف number 9. بيقول لي the A can speak. طبعا هنا speak بمعنى يتكلم. يا ترى الكناري الكناري ولا البارت الببغاء ولا البابي؟ طبعا اللي بيعرف يتكلم في دول ويقلد الاصوات هو البارت. البارت يعني الببغاء. تعال نشوف number 10. بيقول لي the A can sing. طبعا مين في الطيور دي اللي بيقدر يغني؟ يا ترى الكناري ولا البارت ولا البابي؟ اكيد هقول الكناري. طب تعال نشوف نمبر 11. بيقول لي she doesn't a rabbit. شكل ما قلنا يا حبايبي ولسه متفقين ان طالما في done او doesn't الفعل وراها لازم يجي في المصدر. verb to do يا حبايبي في النفي والسؤال لازم يجي وراه مصدر الفعل. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني الفعل بدون اي اضافه، ما ينفعش ازود له حاجه. فبالتالي هقول she doesn't want. she doesn't want. طب تعال نشوف نمبر 12. بيقول لي they don't a fish. تاني قلنا don't او doesn't وراها المصدر، ما ينفعش اجيب اي حاجه غير كده. يعني ما ينفعش اقول don't wants ولا don't wanted. طالما في don't or doesn't لازم اجيب وراها مصدر الفعل. طب تعال نشوف نمبر 13. بيقول لي what does she a like. طبعا شكل ما حفظنا في المحادثه كان البوليسمان بيساله بيسال الطفل الولد يقول له what does she look like. تاني what does she look like. يا مستر بس ده شيء بتاخد لوكس. هقول لك ما انا عارف، بس هنا في يا حبايبي داز، وطالما جاب لي داز في السؤال او دازن في النفي لازم ارجع فعل المصدر، وبالتالي لازم اقول وات داز شي لوك لايك. طيب تعال نشوف نمبر 14. بيقول لي شي از اي ريد دريس. خلينا متفقين ان ام از اور الفعل وراهم بيكون في اي ان جي، فبالتالي هنا لازم اقول شي از ويرينج. تاني شي از ويرينج. طب تعال نشوف نمبر 15. بيقول لي she want or wants or don't a parrot. طبعا هنا حبايبي طالما في شيء برضو هرجع ان هي وشي وات والاسم المفرد بيجي معاهم verb plus s or es، فبالتالي هقول she wants a parrot. she wants a parrot يعني هي تريد ببغاء. تعال نشوف نمبر 16. بيقول لي tune or tune has a vowel. طبعا هنا احنا خدنا في short vowel وفي long vowel. short vowel يعني حرف القصير، يعني الصوت القصير، وقلنا طالما اليو بتنطق او يبقى كده long، اما لو بتنطق a شكل باس شكل الصان هنا بتبقى short. فهنا بيقول tune فهنا هقول هذا long vowel. تاني long vowel يعني حرف علة طويل او صوت طويل. طب تعال نشوف number 17. بيقول لي I want or wants or doesn't a canary. طبعا هنا بشوف برضو برجع واقول ان I we they you بياخدوا want الفعل اللي في المصدر بدون اي اضافات. انا نشوف نمبر 18. بيقول لي she my mom. تاني she my mom. طبعا براجع هنا واقول ان I في verb to be بتاخد am he she it. التلاتة طبعا مع الاسم المفرد بياخدوا يا حبايبي is، وانا عندي we they you and the plural noun والاسم الجامع كل ده بياخد are، فبالتالي انا هاخد am و is و are على حسب السبجكت الفاعل بتاعي. فهنا بيقول لي she a my mom. طبعا هنا she بتاخد is. the next number 19. بيقول لي they my friends. دي my يا حبايبي they my friends. طبعا لازم اعرف ان they بتاخد are so they are my friends، واي اسم جامع حبايبي ياخد are. number 20. بيقول لي I drink tea and a. طبعا هنا drink بمعنى يشرب، وطبعا تي اللي هو الشاي، فبيقول لي انا بشرب شاي في ايه؟ اكيد انا بشرب شاي في كاب، وكاب ده اللي هو الفنجان، لكن كاب ده اللي هو الشبل، شبل الاسد او شبل الحيوان، فبالتالي بقول كاب ده الشبل، اما كاب ده الفنجان، فانا بشرب الشاي طبعا في الكاب في الفنجان. نمبر 21. بيقول لي وات اي شي وانت. وات اي شي وانت، طبعا قلت يا حبايبي طالما سؤال يبقى انا لازم اخلي بالي يا ترى هي دو or does. تاني what do or what does. طبعا ده اللي احنا خدناه، احنا ما خدناش لسه الماضي. طيب اختار do ولا does؟ طبعا لازم ارجع لمين؟ لشي. طبعا شكل ما قلنا ان I we they you ومعهم كمان الاسم الجمع كل ده بيسبقوا do، اما he وshe وit ومعهم كمان الاسم المفرد singular noun كل ده بيسبقوا في السؤال does، فبالتالي هنا هلاقي شي فبالتالي هقول does. طب تعال نشوف نمبر 22. بيقول لي yes she. yes she do or yes she does or yes she doesn't. طبعا هنا طالما الاجابه بيس ما ينفعش doesn't خالص، لان doesn't دي بتيجي معنه يبقى لي do does. هنرجع تاني ونقول ان she بتاخد does يا حبيبي، she بتاخد does. تعال نشوف نمبر 23. بيقول لي yes they.
Yeah, they eat. طبعا do ولا does ولا don't. طبعا هنا they كده كده ما بتاخدش does. طيب اقول yes they don't هقول لك لا طبعا. ليه؟ قال لي don't بتيجي معنه فبالتالي بقى لي yes they do. تعال نشوف نمبر 24 بيقول لي no he. طبعا الاجابه هنا بنو يبقى لازم اجيب النفي يبقى no he doesn't. تاني no he doesn't. تعال نشوف نمبر 25 بيقول لي blue is a. طبعا هنا بلو يا حبايبي يعني اللون الازرق يبقى ده من الالوان يبقى لازم اقول color. طبعا هو مش food طعام ولا car ولا سيارة. تعال نشوف نمبر 26 بيقول لي that is a young animal. طبعا ده حيوان صغير. كلمة young يا حبايبي يعني صغير. الحيوان الصغير بقول عليه cub. cub not cup. cub دي معناها فنجان لكن cub معنى شبل. the next نمبر 27 بيقول لي look at the in the sky. طبعا in the sky معناها في السماء. look at معناها انظر الى. هاي اكيد حاول انظر الى الايه اللي موجود في السماء. اكيد اللي بيبقى موجود من دول في السماء هو السن. so look at the sun in the sky. look at the sun in the sky يعني انظر الى الشمس في السماء. تعال نشوف نمبر 28 a bird الطائر that can swim يعني يقدر يعوم. it is a هو ايه. طبعا الطائر اللي بيقدر يعوم هو الدوك البطة لكن البيرد ما بيعرفش غير يطير هو الكناري. The next number 29 I can see two. خلي بالكوا حبايبي ان two دي جمع. هو مديني dog dogs and kitten. طبعا طالما two يبقى عايز الاسم الجمع يبقى اكيد هقول dogs. بخلي بالي ان two جمع. اللي بعدها number 30 بيقول لي I can see three bunny bunnies or bunnies. طبعا يا حبايبي عارف ان three دي جمع. طيب ما فينا bunnies يا مستر وفينا bunnies. هقول خلي بالك احنا خدنا في قواعد الجمع ان لما الاسم ينتهي بواي والواي ده قبله حرف ساكن لازم اقلب الواي لاي اي اس. فبالتالي هنا هتبقى bunnies b u n n i e s. تعال نشوف نمبر 31 بيقول لي the sun is. طبعا الشمس يا حبايبي يا ترى red ولا blue ولا yellow. اكيد الشمس is yellow لونها اصفر. طيب تعال نشوف نمبر 32 بيقول لي the ketchup. ketchup ده يا حبايبي اللي هو الكاتشب اللي احنا عارفينه. is a to the rice. طبعا هنا يا حبايبي يا ترى ان ولا اون ولا next. طبعا هنا فوق سايب لي to اللي بيجي مع تو هو next to. كلمة next to معناها بيجور. طب تعال نشوف نمبر 33 بيقول لي the word gum. كلمة gum يا حبايبي وعارفين ان gum دي معناها لبن. the gum has a vowel. طبعا gum قلنا اليو لما صوته يبقى ده يبقى short اما لو صوته او كده يبقى long. فبالتالي لما اقول لي the word gum has a vowel اكيد هقول له short vowel. short vowel يعني صوت قصير. طيب تعال نشوف نمبر 34 بيقول لي no they eat they want fish. طبعا طالما قال لي no يبقى معناها ان في نفي وطالما نفي ما ينفعش اخد do اكيد. اكيد هاخد don't. no they don't. the next she want chicken. طبعا she want chicken يا ترى بيقول لي do ولا don't ولا doesn't. طبعا هنا طالما جاب لي want يبقى عايز نفي يبقى she don't ولا doesn't. طب احنا نرجع تاني ونقول ان she بتاخد doesn't. تاني he she و it و singular noun. تاني he و she و it والاسم المفرد كل ده بياخد doesn't ما ينفعش ياخد don't. طيب تعال نشوف نمبر 36 بيقول لي is the chicken. قال لي in the kitchen. in the kitchen يعني في المطبخ. طبعا هنا لازم اهتم واشوف ان الاجابة مكان وطالما مكان يبقى انا عايز اسأل عن المكان ده وانا طبعا بسأل عن المكان بكلمة where. طبعا ما ينفعش اسأل بwhen لان when معناها متى ودي بتسألني عن الزمن وما ينفعش كمان اسأل بwhat لان what دي معناها ما او ماذا ودي بتسألني عن الاسم غير العاقل. تعال يلا نشوف نمبر 37 رقم 37 بقول mom cooks in the يعني ماما بتطبخ. يا ترى ماما بتطبخ في المدرسة ولا في حديقة الحيوان ولا في الكيتشن. اكيد ماما بتطبخ في الكيتشن وهو المطبخ. طيب تعال نشوف نمبر 38 بيقول لي اي يو فيري ماتش. طبعا هنا لما اجي اشكر واحد بقول له ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش حبايبي طالما جبت وراها يو ما ينفعش اقول ثانكس لان عشان اقول ثانكس ما ينفعش اجيب يو. اقول ثانكس الوت يعني شكرا جزيلا او ثانكس بس. اما لو جاب لي وراها يو فهنا لازم اقول ثانك يو فقط لا غير. طب تعال نشوف نمبر 39 بيقول لي يور فادر وان باستا. طبعا هنا يا حبايبي ناس بتتلخبط جدا لان بتفكر ان يور دي هي يو فيبدا يقول دو يور فادر. طبعا هنا يا حبايبي صفه الملكيه ما بتاخدش دو ولا داس. اللي بياخد هو اللي بعد صفه الملكيه يعني لازم ابص على اللي ورا صفه الملكيه عشان اشوف انا هاخد دو ولا داس. فهنا اوعى تقول ان يور تاخد دو وتفكرها ان هي يو. لا يا حبايبي طبعا هنا
يور ما بتاخدش حاجه، اللي بياخد هو الاسم اللي وراها. طبعا الاسم اللي وراها هنا هو فاذر، فاذر دي معناها الاب، الاب ده اسمه مفرد فبالتالي ياخد داز، فبالتالي هقول داز يور فاذر. وعشان تاكيدا على الكلام هبص وراها هلاقي ان في داز، قال لي يس هي داز، ما جابليش في الاجابه دو، فبالتالي السؤال بتاعي كان بدز. طيب تعال نشوف نمبر 40، بيقول لي دو ذي اي فيش، دو ذي اي فيش. طبعا يا حبايبي قلت في السؤال مفيش حاجه ابدا اسمها وانت، سواء هسال بدو سواء هسال بداز هو كده كده هلاقي في السؤال وانت، مش هلاقي وانت ابدا، فبالتالي لما اقول له دو ذي هقول دو ذي وانت، تاني دو ذي وانت. تعال نشوف نمبر 41، بيقول لي وي باي كاتشب ميت سيريال اند رايس. طبعا كل ده يا حبايبي سواء الكاتشب او اللحمه او الحبوب اللي احنا بناكلها او الرايس from the، طبعا اكيد بجيب ده من السوبر ماركت، سوبر ماركت اللي هو المتجر الكبير. طبعا ما اقدرش اجيبه من البيت شوب ولا اقدر اجيبه من الزو حديقه الحيوان. نمبر 42 بيقول لي وي باي كيتنز اند بابيز ات ذا، طبعا بنشتري حبايبي الكيتنز يعني القطط الصغيره، وعندنا البابيز حبايبي اللي هي الكلاب الصغيره، طبعا اكيد بشتريها من البيت شوب، البيت شوب اللي هو محل الحيوانات الاليفه. نمبر 43 بيقول لي ايه داز شي وانت، قال لي شي وانتس ان ايج. قلت حبايبي بسال دايما عن الاسم الغير العاقل بكلمه وات، فعشان كده هقول وات داز شي وانت، يعني ماذا تريد. طب نمبر 44 بيقول لي وات اي ذا شيبس، وات اي ذا شيبس، قال لي اي دونت نو ليتس لوك. طبعا هنا في المحادثه لو فاكرين كان بيقول له وات اباوت، وات اباوت ذا شيبس يعني ماذا عن الشيبسي، فهنا هقول وات اباوت يعني ماذا عن. نمبر 45 بيقول لي اي دونت اي ليتس لوك، I don't eat, let's look. طبعا I don't يا ترى no ولا no ولا no، طبعا كلهم بنفس النوت ولكن no بمعنى يعرف، فبالتالي هختار no الأخيرة. تعالى نمبر 46 بيقول لي the rice يعني الرز and the bread، bread يا حبايبي اللي هو الخبز، in next to the ketchup. طبعا يا حبايبي خلي بالك ان الرايس والبريد اصبحوا الاثنين كده جمع، طالما جمعت اثنين فاصبحوا جمع، فبالتالي هقول are لانهم جمع. طيب نمبر 47 بيقول لي ايه ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش، يا ترى هختار جريت ولا جريت؟ خلي بالك من النط، الاولى اسمها جريت والثانيه اسمها جريت، طبعا هقول جريت، وجريت هنا بمعنى عظيم. طب تعال نشوف نمبر 48، بيقول لي اكسكيوز ايه كان يو هيلب مي بليز، طبعا انا عارف ان لو سمحت اسمها اكسكيوز مي، ثاني اسمها اكسكيوز مي. طب تعال نشوف نمبر 49، بيقول وي ايت ايه افتر وي ايت بريكفاست، طبعا بعد ما بناكل الفطار اكيد بناكل ايه؟ اكيد بناكل كيكه، مش معقول طبعا هناكل سمك ولا هناكل طيور، اكيد بعد الفطار هناكل كيكه. تعال نشوف نمبر 50، بيقول لي ايه از ذا رايس، تاني ايه از ذا رايس، طبعا هنا حبايبي بيقول لي وين ولا وير ولا وات، طبعا اكيد مش هقدر اقول وات ذا رايس يعني ما الرز، ولا ينفع اقول وين از ذا رايس يعني متى الرز، لكن هقول وير از ذا رايس يعني اين الارز، تاني وير از ذا رايس. نمبر 51 بيقول لي اي سليب اون ذا، طبعا انا بنام على ايه؟ اكيد تشير ولا التلفزيون ولا بيد، اكيد يا حبايبي انا بنام على البيد على السرير، مش هنام على التشير على الكرسي ولا التلفزيون. تعال نشوف نمبر 52، بيقول لي ذا رايس اي فيري هوت اي كانت ايت ات، طبعا مهم هنا يا حبايبي لازم اعرف ان كلمه رايس اسم لا يعد، سواء الرايس او الكاتشب او الماني كلمة فلوس او البريد، كل دي يا حبايبي اسماء لا تعد، الاسماء التي لا تعد دي بتعامل معاملة المفرد. يعني ايه تعامل معاملة المفرد؟ يعني تاخد is، ما ينفعش تاخد are، فبالتالي لما اقول the rice اكيد هقول له is very hot، اوعى تقول are very hot. طب تعال نشوف نمبر 53، بيقول لي do a want cereal، هنا لازم اشوف الاجابة لان الاجابة بيقول لي yes they do، تاني yes they do، وطبيعة الحال دو ما ينفعش تيجي مع هي ولا ينفع تيجي مع شي، يعني لو ما فيش إجابة برضو أنا هاخد ذي، ليه؟ لأن ذي هي اللي بتاخد دو، أما الاتنين التانيين سواء هي أو شي بياخدوا داز، والإجابة كمان أكيد لي قال لي يا ذي دو. تعال نشوف يلا نمبر 54، بيقول لي ذا رايس إز إيه أيل 1، طبعا قلنا يا حبايبي في الممر اسمها إن أيل 1، تاني اسمها إن أيل 1. تعال نشوف نمبر 55، بيقول لي ذا بريد إز نيكست إيه ذا تشيبس، قلت يا حبايبي حرف الجر اللي بيجي مع نيكست هو تو، فبالتالي هقول next to. اللي بعدها ايه رونج، شكل ما قلت لكم هقول واتس رونج، واتس رونج يعني ما الامر او ما الخطا. تعال نشوف نمبر 57، بيقول لي ذا بريد ايه next to the chicken، برضو الناس هتفكر ان البريد هنا اسم جمع، لا البريد يا حبايبي اسم لا يعد، فبالتالي لازم ياخد از ما ياخدش ار، فهقول ذا بريد از.
نمبر 58 بيقول لي ذا بي از ان. طب انا حبايبي يا ترى بي معناه ايه؟ قال لي بي معناها نحله. طب النحله دي يا ترى انيمال ولا فود ولا انسكت؟ انيمال يعني حيوان، فود يعني طعام، انسكت يعني حشره، فبالتالي هي انسكت حشره. طب تعال نشوف نمبر 59 بيقول لي ليتس اي تو ذا كلوب. طبعا لازم اكون عارف ان ليتس من الكلمات اللي بيجي وراها انفينيتيف، يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات، فلو قال لي ليتس لازم اجيب وراها مصدر، فهنا لازم اقول ليتس جو. ليتس بلاي ولا بلايز؟ اقول له لا ليتس بلاي. ليتس واتش ولا واتشز؟ لا هقول له ليتس واتش. ليه؟ لان ليتس بيجي وراها مصدر الفعل. طب تعال نشوف نمبر 60 بيقول وات اباوت ا كمبيوتر. هنا لازم اكون عارف ان وات اباوت يعني ماذا عن، او هاو اباوت يعني برضو معناها ماذا عن. قال لي بيجي وراها حاجه من الاثنين، يا اما يجي وراها الفيرب بلس اي ان جي، يا اما يجي وراها النون الاسم. يعني هنا جايب لي وات اباوت يوز اور يوزز اور يوزينج، هنا لازم اقول له يوزينج ا كمبيوتر. طبعا في المحادثه كان بيقول وات اباوت اور هاو اباوت ساندي، ويجيب لي اليوم هنا اسم. يبقى اذا وات اباوت اور هاو اباوت بيجي وراها يا اما اسم يا اما فيرب بلس اي ان جي. طب تعال نشوف نمبر 61 بيقول لي وين اي شي كلين اب. طب قلت يا حبايبي في السؤال بجيب وين دو اور وين داز، طبعا دي مش علينا فانا هختار من دو وداز. طيب يا ترى هقول وين دو ولا وين داز؟ طبعا لازم ابص على شي. طبعا شي هنا عارف ان هي وهي وات والاسم المفرد كمان بياخدوا داز ما بياخدوش دو. تعال نشوف نمبر 62 بيقول لي وين داز هي اي ذا كار. طبعا قلت يا حبايبي طالما جاب لي دو او داز في السؤال او دونت او دازنت في النفي، ركز لازم يجي معاها مصدر الفعل، مش شرط بقى كلمه وونت، اي فعل في المصدر. فبالتالي لما اقول لي وين داز هي اكيد هقول وين داز هي واش، اوعى تقول واشز ولا واشينج. طب تعال نشوف نمبر 63 بيقول لي سوري اي. سوري دي معناها ان انا اسف، فبالتالي هجيب له نفي، اكيد هقول له اسف انا مش هقدر، مش ممكن هقول له انا اسف انا هقدر، لا هقول له اسف مش هقدر، فبالتالي هقول سوري اي كانت. تاني سوري اي كانت. طب تعال نشوف نمبر 64 بيقول لي شور. شور هنا معناها ان دي اجابه مثبته، فبالتالي هقول شور اي كان، ده العكس بقى، يبقى شور اقول له شور اي كان، ايوه بالتاكيد انا استطيع، لكن لما اقول لي سوري هقول سوري اي كانت. طب تعال نشوف نمبر 65 بيقول لي دو اكسرسايز. قال لي ان ذا ايفنينج. قلت يا حبايبي لو جاب لي الاجابه بزمن يبقى هنا على طول السؤال بتاعي هيكون بوان. قلت لكم برضو لازم اركز في حاجه، ان انا عندي ذا ايفنينج المساء، وذا مورنينج الصباح، وذا افترنون يعني بعد الظهر. كل الفترات دي يجي معاها ان. اما قلنا نايت دي بيجي معها حرف الجر ات، يعني اقول ات نايت بالليل، وعندنا كمان ات نون يعني الظهر. اما ذا مورنينج ذا ايفنينج ذا افترنون كل ده بياخد حرف الجر ان. طبعا هنا جاب لي الاجابه بزمن يبقى لازم اجيب وين. نمبر 66 بيقول اي بلاي وذ. طبعا انا بلعب بايه؟ يا ترى هلعب بقطه ولا بريد ولا بيويو؟ اكيد هنا الاقوى هي يويو، يعني اي بلاي وذ يويو. تعال نشوف يلا نمبر 67 بيقول لي شي كلينز اب ايه ذا مورنينج. قلت تاني ذا مورنينج ذا ايفنينج ذا افترنون كل ده بياخد حرف الجر ان، فبالتالي هقول ان ذا مورنينج. طب تعال نشوف نمبر 68 بيقول لي شي ايه اسناك ان ذا ايفنينج. طبعا هنا حبايبي ما ينفعش اختار هافينج لان ما فيش ام ولا از ولا ار. طيب انا عندي هاز او هاف، وهنا لازم نرجع ونقول ان هي شي ات ومعاهم كمان الاسم المفرد كل ده بياخد هاز. طيب اي وي ذي يو ومعاهم كمان الاسم الجمع كل ده بياخد هاف. طيب في النفي قال لي دول بياخدوا دازنت شكل ما احنا عارفين، ودول بياخدوا دونت، بس خلي بالك ان دونت او دازنت نفس الفكره، في النفي بيجي وراهم هاف، ما ينفعش يجي وراهم هاز ابدا. طيب هنا بيقول لي شي ايه اسناك ان ذا ايفنينج، طبعا هنا هقول شي هاز، يبقى شي بتاخد هاز. طب اللي بعدها بيقول لي ذا ايه اسناك ات نايت، وخلي بالكم ان دي اسمها سناك ولازم اخلي بالي من السبيلنج بتاع سناك اس ان اي سي كي، اما سنيك الثعبان اس ان اي كي اي، فبالتالي هقول ذا ايه اسناك ات نايت، هقول ذا هاف، يبقى ذا تاخد هاف. طب نمبر 70 بيقول لي شي از تشيوينج. طبعا هنا لازم اكون عارف ان كلمه تشيوينج معنى يمضغ. تاني يا حبايبي كلمه تشيوينج معنى يمضغ، طب اكيد هيمضغ ايه؟ يا ترى بن ولا بان ولا جم؟ اكيد تشيوينج جم يعني يمضغ اللبن. طب تعال نشوف نمبر 71 بيقول لي اي سليب اي نايت. قلت لكم يا حبايبي نايت مختلفه شويه لانها بتاخد حرف الجر ات، يبقى ات نايت بالليل.
نمبر 72 بيقول وي جو تو ذا سينما اي فرايداي. لازم اكون عارف ان كل الايام بتاخد حرف الجر اون، فبالتالي هقول اون فرايداي. تاني حبايبي اون فرايداي، اون فرايداي يعني يوم الجمعه. تاني مش فرايداي بس، كل الايام بتاخد حرف الجر اون. طب تعال نشوف نمبر 73 بيقول اي واتش فيديوز اي 7 اوكلوك. حبايبي برضو لازم اكون عارف ان الساعات سواء 7 اوكلوك 8 اوكلوك كل ده بياخد حرف الجر ات، فبالتالي هقول ات 7 اوكلوك، ات 7 اوكلوك. تعال نشوف يلا نمبر 74 بيقول لي they ate the car، they ate the car. حبايبي طالما ما جابليش ام واز وار اوعى تروح ابدا لكليننج، او اوعى تروح للفعل اللي فيه اي ان جي. طيب يا مستر بقى لي كلين وبقى لي كلينز، خلاص بقى احنا اتفقنا ان وي ذي يو اسم جمع يجي معاهم مصدر، هي شي ات اسم مفرد يجي معاهم فعل فيه اس اور اي اس، فبالتالي هنا هقول ذي كلين. تاني ذي كلين. طيب تعال نشوف نمبر 75 بيقول لي وي اكسرسايز ان ذا ايفنينج، وي اكسرسايز ان ذا ايفنينج. مصر احنا دايما بنقول وي اكسرسايز، وي اكسرسايز، او هي اكسرسايزز، شي اكسرسايزز، يعني اجيب معايا شيء فعل فيه اس او اس. انما لما اكسرسايز تكون اسم يا حبايبي هنا بيجي معاها فيرب تو دو، يعني بيأدي تمارين. طب يا مصر هقول وي ايه؟ اكيد هقول وي دو، خلاص بقى احنا اتفقنا ان وي وذي ويو الاسم الجامع بيجي معاهم مصدر. طب تعال نشوف نمبر 76 بيقول اي ايت ايه اند واتش فيديوز. يا ترى هشوف ايه هنا اللي بيتاكل؟ يا ترى البوكس الصندوق ولا البوك الكتاب ولا البوب كورن ولا الفشار؟ اكيد هو البوب كورن يعني الفشار. تعال نشوف نمبر 77 بيقول لي they ate up in the evening، they ate up in the evening. هنا لازم اشوف مين تحت اللي بيجي مع up. يا ترى clean up، do up، exercise up؟ طبعا اكيد clean up معنى ينظف. طب تعال نشوف نمبر 78 بيقول لي I open the door with a. طبعا بيقول لي انا بفتح الباب بايه؟ يا ترى بنيرس ممرضه ولا بكيب مفتاح ولا بكار؟ اكيد هقول كي يعني مفتاح. طب تعال نشوف نمبر 79 بيقول لي not works. كلمه works يا حبايبي يعني يعمل. works in a hospital يعني شغاله في المستشفى. طبعا اللي شغال في المستشفى من دول هي النيرس، النيرس يعني ممرضه. طب التيتشر at school بيشتغل في المدرسه. طيب البوليسمان، البوليسمان بيشتغل في البوليس ستيشن، بوليس ستيشن يعني مركز الشرطه، واحنا واخدين كلمه ستيشن نفسها بمعنى محطه. تعال نشوف يلا نمبر 80 بيقول لي سوري اي ام، اه انا اسف والله انا ايه؟ طبعا اكيد سوري ام بيزي، اكيد مش هقول سوري ام باس ولا فري طبعا، لاني لو انا فاضي اكيد مش هقول انا اسف. طب هتاسف ليه؟ لاني بيزي، وبيزي بمعناها مشغول. طيب تعال نشوف نمبر 81 بيقول لي 2 اند 2، 2 and 2 يعني 2 و2، is طبعا الناتج بتاع 2 و2 اكيد 4، 4 بمعنى 4. طب تعال نشوف نمبر 82 بيقول لي ايه جود. طبعا لازم اكون حافظ ده من المحادثه ان اسمها sounds good بالاس يا حبايبي، sounds good يعني that sounds good، sounds good يعني يبدو جيدا. تعال نشوف نمبر 83 بيقول لي that a very nice. طبعا عارفين ان that with this دي اسماء اشاره ودي مفرد، فبالتالي تاخد is، فبالتالي هقول that is. اما these and those الاثنين ياخدوا are. طب تعال نشوف نمبر 84 بيقول لي the a can fly، can fly يعني تستطيع ان تطير. يا ترى الحيوان ولا الفيش ولا البيرد؟ اكيد هقول البيرد اللي هو الطائر. تعال نشوف نمبر 85 بيقول لي they a homework in the evening، they a homework in the evening. طبعا يا حبايبي homework يعني الواجب، انا واخد ان يعمل الواجب اسمها do homework، بس هنا لازم اركز يا ترى انا هجيب do ولا does على حسب السبجكت بتاعي اللي هو الفعل. طب الفعل هنا اللي هو they، قلنا we وthey ويو واي والاسم الجامع كل ده بياخد مصدر، فبالتالي هقول they do. طب تعال نشوف نمبر 86 بيقول لي she is wearing a، wearing بمعنى ترتدي. قلت لكم يا حبايبي is wearing ده مضارع مستمر. طيب wearing قلنا بمعنى ترتدي، هشوف بقى الحاجه تحت اللي انا برتديها. يا ترى بنانا، موزه ولا ابل ولا تفاحه ولا جاكيت؟ اكيد جاكيت. طيب ذا نيكست بيقول لي A is nothing، nothing يا حبايبي معناها لا شيء. تاني nothing معناها لا شيء. يا ترى مين من الارقام دي اللي لا شيء؟ 1 ولا 2 ولا 0؟ اكيد هقول 0. طيب تعال نشوف نمبر 88 بيقول لي ذا A is an animal، animal بمعنى حيوان. يا ترى هشوف اني من دول الحيوان؟ duck البطه، parrot الببغان، ولا الهورس الحصان؟ اكيد هو الهورس الحصان هو الحيوان. اما duck it's a bird، وعندنا بيرد برضو it's a bird. تعال يلا نشوف نمبر 89 بيقول لي may I a you. حبايبي لازم اكون عارف ان الافعال الناقصه اللي احنا خدناها شكل كان can او كانت او may
دي بسميها افعال ناقصه، والافعال الناقصه دي لازم يجي وراها انفينيتيف، يعني لازم يجي وراها مصدر الفعل. تاني يا حبايبي، لازم يجي وراها مصدر الفعل. فلما اقول لي كان اجيب وراها مصدر، لما اقول لي ماي برضو بجيب وراها مصدر. فبالتالي ماي اي لازم اقول له ماي اي هيلب يو، ماي هيلب يو يعني ممكن اساعدك. تعال نشوف نمبر 90، بيقول لي ايه داز هي جو تو سكول، قال لي باي باص. خلي بالك بقى لان الاجابه هنا جابها لي بوسيله، واحنا خدنا في الترم ده اني بسال عن الوسيله بكلمه هاو. هاو معناها كيف، فبالتالي هقول هاو داز هي جو تو سكول، هاو داز هي جو تو سكول يعني كيف يذهب الى المدرسه. وعايزك تخلي بالك ان وسائل المواصلات بيجي قبلها حرف الجر باي، يعني اقول باي كار، باي باص، باي ترين، باي بلين، باي فيري، باي ذا اندر جراوند. ولكن خلي بالك ان فوت اللي بتاخد حرف الجر اون، يعني كله ياخد باي ما عدا فوت تاخد حرف الجر اون. طبعا مش عايزين نتطرق لحاجات تانيه، خليك بس في دول، ان المواصلات بتاخد باي اما فوت بتاخد حرف الجر اون. اللي بعدها بيقول لي نمبر 91، بيقول لي شي اي تو سكول باي كار، طبعا باي كار معناها بالسياره. طبعا هنا برضو لازم ارجع واقول ان هي وشي وات والاسم المفرد كل ده بيجي معاها فيرب بلس اس اور اس، فبالتالي هقول شي جوز. تاني شي جوز، طبعا ما اقدرش اقول جوينج قلنا لان مفيش ام اور از اور ار. طب تعال نشوف نمبر 92، بيقول لي بيتشز، وبيتشز يا حبايبي هنا بمعنى الخوخ. ار طبعا يا ترى الخوخ ده ايه؟ فروت فاكهه ولا انيمالز حيوانات ولا سبجكتس مواد؟ اكيد طبعا الخوخ ده فروت، وفروت معنى فاكهه. نمبر 93 بيقول لي 182 اليكس، طبعا شكل ما احنا حفظنا في المحادثه اللي كان الست بتقول له انا عايزه تذكره لاسكندريه، فهقول 1 تيكت، 1 تيكت يعني تذكره لاسكندريه. نمبر 94 بيقول لي وي جو تو سكول اي فوت، قلت لكم يا حبايبي وسائل المواصلات تاخد باي لكن فوت تاخد حرف الجر اون، فبالتالي هقول اون فوت. اللي بعدها هاو اي هي جو تو سكول، طبعا انا حافظ ان هاو بيجي وراها دو او داز، وعشان اختار دو او داز لازم ارجع للسبجكت بتاعي اللي هو الفعل. طب مين الفعل بتاعي؟ قال لي هي، طب هي تاخد دو ولا داز؟ خلاص بقى اتفقنا ان هي وشي وات والاسم المفرد هياخدوا داز، فبالتالي هقول هاو داز هي جو تو سكول، كيف يذهب الى المدرسه. نمبر 96 بيقول لي وي جيت اي فروم تشيكن، وي جيت اي فروم تشيكن، طبعا هنا جيت بمعنى يحصل على، تاني جيت بمعنى يحصل على، فبيقول احنا بنحصل على ايه من الفراخ؟ يا ترى بيتشز ولا بيتشز ولا اكس؟ اكيد بنحصل على البيض اللي هو اكس. نمبر 97 بيقول لي ذيس تيكت از وان واي، بيقول لي ان الطريقه التذكره دي وان واي، وان واي دي يا حبايبي يعني طريق واحد، يعني في اتجاه واحد راحه بس. طيب قلنا التذكره المفرده يعني اللي رايح بس مش رايح وراجع، دي بسميها سنجل، سو اتس سنجل تيكت، سنجل يعني مفرده يعني وان واي، اما لو هي ريتيرن يبقى رايح وراجع. طب تعال نشوف نمبر 98، بيقول لي وي جو تو ورك اون ايه، طبعا طالما جاب لي حرف الجر اون يبقى لازم اجيب له فوت، اون فوت يعني سيرا على الاقدام. طب تعال نشوف نمبر 99، بيقول لي هاو داز شي اي تو ورك، اتفقنا ان طالما في دو او داز في السؤال خلاص فيرب تو دو لما يجي في السؤال او في النفي لازم اللي يجي وراه يكون مصدر انفينيتيف بدون اي اضافات، فبالتالي هقول هاو داز شي جو، اوعى تقول اي حاجه غير كده. طيب تعال نشوف نمبر 100، رقم 100 بيقول لي وي جو تو ذا اي نير ذا سي، طب ما قال لي نير ذا سي يعني بجوار البحر، اللي جنب البحر تشيكن الفرخه ولا البيتش؟ خلي بالك ان بيتش يعني خوخه، انما بيتش يعني شاطئ، فبالتالي هقول بيتش اللي هو الشاطئ. تعال نشوف يلا نمبر 101، بيقول لي وات اي داز ات ليف، تاني وات اي داز ات ليف، طبعا هنا جايب لي داز وبيقول لي ات ليف وبيقول لي 2:45، جاب لي هنا الساعه، وطالما جاب لي الساعه يبقى اسمها وات تايم، انا بسال عن الساعه حبايبي بكلمه وات تايم. خلي بالك ان انا بنطق الارقام عشان تعرف برضو ترتيب الارقام معايا. نمبر 102 كارز باسز ايه اند تاكسيز، طبعا هنا تاكسيز يا حبايبي ما فيهاش ايه. تاني كارز باسز اند تاكسيز ار مينز اوف ترانسبورت، تاني ار مينز اوف ترانسبورت، مينز اوف ترانسبورت يعني وسائل مواصلات، تاني مينز اوف ترانسبورت يعني وسائل مواصلات. طب ده ترى مين في دول اللي وسائل مواصلات مع الكارز والباسز؟ اكيد ترينز، ترينز بمعنى القطارات، اما كولرز بمعنى الوان وسبجكتس بمعنى مواد. تعال نشوف نمبر 103، بيقول لي وي ايت بريد، بناكل خبز، انا ايه فور بريكفاست، طبعا خلي بالك ان قال لك وي ايت، وايت بمعنى ناكل، لو شفنا الووتر هلاقيها درينك، اما لو شفنا الملك نفس الكلام درينك، يبقى مين اللي بيتاكل في دول؟ اكيد تشيز، تشيز بمعنى جبنه. ذا نيكست بيقول 2:45 في المحادثه كان بيقول لها بليز ايه؟ بليز هري، هري يعني اسرعي. طيب ذا نيكست نمبر 105 اي كان سي 3 اي ان ذا ستريت،
يعني انا شايف ايه in the street؟ خلي بالك ان قال لي 3 3. طب 3 in the street في الشارع، يا ترى تاكسي تاكسيز اند تاكسيز. طبعا هنا هاخد تاكسيز تي اكس اي اس، هنا ما بحطش اي ولا حاجه، تي اكس اي اس. تعال نشوف نمبر 106، بيقول لي they go a work by bus. طبعا هنا يذهب الى اسمها go to، go to work يعني يذهب الى العمل، وgo to school يعني يذهب الى المدرسه. تعال نشوف نمبر 107، بيقول لي the A is riding on her broom. is riding يعني راكبه بروم يا حبايبي، شكل ما عرفنا اسمها ماشيه. طيب مين في دول اللي بتركب على الماشيه وبنشوفها دايما في افلام الكرتون؟ قلنا اسمها witch، witch اللي هي الساحره، تاني witch اللي هي الساحره. تعال نشوف 108، that has two wheels. يا ترى ويلز يعني ايه يا مستر؟ قال لي ويلز معناها عجلات. طيب مين في دول اللي ليها عجلتين اتنين بس مش اربعه؟ قال لي اكيد ذا بايك، بايك اللي هي الدراجه، اما الباص فليه اكتر من عجلتين، وكمان الكار ليها اربع عجلات. طيب تعال نشوف كده نمبر 109، بيقول لي توميتوز اند كاروتس، الطماطم والجزر، اور يا ترى فروت ولا فيجيتابلز ولا كولرز؟ اكيد هي فيجيتابلز بمعنى خضروات. تعال نشوف 110، بيقول لي وي كروس ذا ريفر، كروس يا حبايبي بمعنى نعبر، بيقول احنا بنعبر النهر باي، اكيد طالما نهر يعني ميه، وطالما ميه يبقى اكيد باي فيري، قلنا فيري يعني عباره. طب تعال نشوف نمبر 111، وي بوت فود ان ذا، بنضع الطعام بتاعنا فين؟ يا ترى تي في؟ تلفزيون ولا كمبيوتر؟ الكمبيوتر ولا فريج؟ التلاجه، اكيد طبعا احنا بنحط في التلاجه، بنحط الطعام بتاعنا في الفريج اللي هي التلاجه. تعال نشوف 112، بيقول لي ذا سكول A comes at 7 o'clock. The school A comes at 7 o'clock. يا ترى ايه بتاع المدرسة بيجي الساعة 7؟ الكار ولا الباص ولا التاكسي؟ أكيد اللي بيبقى في المدرسة بيبقى باص. So the school bus comes at 7 o'clock. Number 113. I look at my A to know the time. Know بمعنى يعرف. طيب the time يعني الوقت. هبص في إيه عشان أعرف الوقت؟ يا ترى which الساحرة؟ ولا واتش الساعة ولا بيتش الشاطئ؟ أكيد واتش معنى الساعة. تعال نشوف 114، بيقول وي تيك أ ترين أذا، طبعا بناخد القطار أذا إيه؟ بناخد القطر منين؟ يا ترى من الستوب، من موقف ولا من ستيشن محطة ولا من ايربورت مطار؟ أكيد من الستيشن من المحطة. اللي بعدها 115، بيقول وي تيك أ بلين، بناخد الطيارة أذا، طبعا بناخد الطيارة أكيد من الايربورت، ايربورت يا حبايبي يعني مطر. تعال نشوف 116، بيقول لي the underground goes a the ground، اكيد هو اسمه underground، underground مترو الانفاق، فبيمشي فين؟ اكيد under the ground يعني تحت الارض، تاني under the ground يعني تحت الارض. تعال نشوف 117، بيقول لي what's your a؟ قال لي 31 تحرير ستريت، طبعا هنا اكيد بتسال عن العنوان، فاكيد what's your address، وادريس معناها عنوان، اما address معناه فستان، ودريست بمعنى لابس او مرتدي. طيب تعال نشوف نمبر 118، بول ماي ايز، حبايبي لازم نفتكر مع بعض كلمه واتس رونج يعني ما الامر. لما اجي اقول في حاجه بتقلبني، قلت اجزاء الجسم لو جابها لي مفرط قال لي اكيد هتاخد هيرتس، لان قلنا خلاص الاسم المفرط يجي معاه فعل في اس او اي اس، اما لو جابها لي جمع فاكيد هتاخد هيرت، وهيرت بمعنى يؤلم، يبقى هيرتس مع المفرد وهيرت مع الجمع، فبالتالي هقول ماي ايز دي جمع، فبالتالي هقول هيرت، تاني يا حبايبي ايز جمع تاخد مصدر الفعل يبقى هيرت. تعال نشوف نمبر 119، اي اي ان 31 تحرير ستريت، طبعا انا هعمل ايه في 31 شارع التحرير؟ اكيد ده انا عايش فيه، فبالتالي هقول ليف، لان لاف بمعنى يحب ولايف بمعنى الحياه. طب تعال نشوف 120، بيقول وي هاف ايه فينجرز ان A hand، خلي بالك ان قال لي A hand، طبعا هنا ناس كتير هتغلط وتقول 10 fingers، بس عايزك تلاحظ حاجه ان قال لي A hand، A hand يعني حبايبي ايد واحده، ما قاليش في التو هاندز في الايدين الاثنين، فبالتالي في الايد الواحده بلاقي 5 fingers، 5 fingers يعني خمس صوابع، وان fingers يعني اصابع اليد، اما tooth فدي اصابع القدم. اللي بعدها بيقول لي وي هاف 2 اي، عندنا 2 اي، طبعا هنا يا ترى عندنا 2 foot ولا فوتس ولا فيت؟ طبعا لازم اكون عارف ان فوت جمعها فيت، فيت يعني اقدام مش فوتس، لان ده جمع شاذ، فبالتالي هقول تو فيت. ذا نيكست بيقول لي 122 ماي فينجرز، طب فينجرز دي مالها؟ قلنا خلاص بقى ده بلورال ناون يعني اسم جمع، والاسم الجمع ياخد هيرت يعني ياخد مصدر، فبالتالي هقول هيرت. اللي بعدها وي هاف ان اور فيت، فيت يعني اقدامنا، والاقدام بيبقى فيها اصابع القدم، واصابع القدم حبايبي اسمها توز.
So we have tools in our feet. The next بيقول we can see with. طبعا احنا بنقدر نشوف بايه؟ اكيد بنشوف بعينينا، يبقى اكيد eyes. eyes مش هقدر اشوف بوداني ولا بايديا. Number 125 بيقول لي how do you تحرير؟ قال لي T-A-H-R-I-R. فبالتالي هنا بيسألوا ازاي يستهجى، فبالتالي هقول how do you spell. how do you spell تحرير. Number 126 is my mother. شكل ما قلنا حبايبي ان my mother، يا ترى تاخد هي ولا شي؟ هي الفكرة هنا مش ان مين اللي بياخد is، الفكرة هنا ان اللي جاي اسمه يا ترى مؤنث ولا مذكر. فهنا my mother مؤنث، فبالتالي هتاخد she، فاقول she is my mother. تعال نشوف يلا number 127 بقول لي thank you ايه a seat please. شكل ما حفظنا في المحادثة ان تفضل اقعد اسمها have a seat، تاني تفضل اقعد اسمها have a seat، يبقى have a seat please. number 128 we on seats، بنعمل ايه على الكراسي؟ اكيد بنقعد. طب فين يقعد او يجلس؟ اسمها sit. We sit on seats. طيب تعال نشوف number 129 بقول له my ear hurt. هنا لازم اركز، يا ترى دي hurt ولا hurts؟ هقول لك hurt. طب hurt بتيجي مع الجمع ولا مع المفرد؟ اكيد بتيجي مع الجمع، فبالتالي هقول my legs، لان legs هنا حبايبي بس هي اللي جمع. لو two هتبقى hurts، ولو عندي finger برضو هتبقى hurts. طيب تعال نشوف number 130 بقول له we can eat with our nose. بنعمل ايه بالانف بتاعتنا؟ اكيد بنشم. طب فين يشم؟ يا ترى سي ولا هير ولا سميل؟ اكيد ات سميل. سميل بمعنى يشم. تعال نشوف 131 بيقول لي لوك ات هيم. مهم جدا هنا ان انا بص انا بتكلم عن مين؟ هيم يعني هو، فبقول لي لوك ات هيم، بص له هو. ايه ارمز هيرت، فاذا هقول طالما هو ده مفرد مذكر يبقى صفه الملكيه منه هيز، فاذا هقول هيز ارمز هيرت. ثاني هيز ارمز hurt. تعال نشوف number 132 بيقول لي A is the sun. A is the sun. طبعا هنا لازم ابص على is. انا عندي this وعندي that وعندي these. طب يا مستر من عندي this وعندي that الاثنين بياخدوا is، هقول لك بس sun. sun دي بعيده ولا قريبه؟ اكيد هتقولي بعيده، فطالما بعيده اكيد لازم اقول that، لان that للبعيد مش للقريب. تعال نشوف 133 بيقول لي the sky is. هنا لازم اكون عارف لون السماء، طبعا ان لون السماء ازرق، فبالتالي هقول the sky is blue، مش هقدر اقول yellow طبعا ولا green. تعال نشوف number 134 بيقول لي look at the cat. look at the cat يعني بص على القطه كده. a leg hurts، هنا برضو لازم اكون عارف ان انا بتكلم على القطه. القطه دي صفه الملكيه مين يا مين؟ its. خلي بالك ان في ناس هتتلخبط هنا وتقول its it apostrophe s، لا صفه الملكيه يا حبايبي ما فيهاش apostrophe، فبالتالي هقول its its على طول. طيب تعال نشوف نمبر 135 بيقول لي we walk on our، بيقول لي احنا بنمشي على ايه؟ طبعا اكيد بنمشي على our feet، على اقدامنا. طيب تعال نشوف نمبر 136 بيقول لي this is احمد. خلي بالك برضو ان انا هنا بتكلم عن ايه؟ عن احمد، فبيقول لي ايه leg hurts؟ اه خلاص طالما قال لي احمد فهقول his leg hurts. تاني his leg hurts، ان صفه الملكيه من المفرد المذكر هي his. طيب تعال نشوف نمبر 137 بيقول لي do you want a kitten؟ مهم جدا هنا، يا ترى ده سؤال ولا جملة عادية؟ طبعا ده سؤال، فبالتالي في الآخر لازم أحط question mark. تاني يبقى do you want a kitten؟ هنا الاختياري هيبقى question mark. طب تعال نشوف 138 بيقول لي 3A in my mouth hurt. خلي بالك يا حبايبي، بيقول لي in my mouth، هو مش بيقول لي تلات أي حاجة، ده بيقول لي في الفم بتاعي. في الفم بتاعي يا ترى هقول 3 tooth ولا teeth ولا eyes؟ طبعا الايس خلاص مش موجوده في الفم، انا عندي توث وتيث، اخد توث ولا تيث؟ هقول له 3 جمع، فبالتالي هاخد تيث. طب تعال نشوف 139 بيقول لي we eat with our fingers. يا ترى بنعمل ايه بصوابعنا؟ سميل بنشم، ولا هير نسمع، ولا تاتش نلمس؟ اكيد طبعا تاتش بمعنى يلمس. تعال نشوف يلا نمبر 140 بيقول لي this is منى. دي منى. a finger hurts. طبعا هنا انا بتكلم عن مفرد مؤنث، يبقى انا عايز صفه الملكيه من مفرد المؤنث اللي هي her، يبقى her finger hurts. طب تعال نشوف 141 I go to school by bus. I go to school by bus، ده سؤال ولا جمله عاديه؟ قال لي لا ده جمله عاديه، فبالتالي لازم اختار الفلسطين. طب تعال نشوف نمبر 142 بيقول لي he is looking in his wallet. he is looking in his wallet، طبعا قلنا يبحث عن يا حبايبي اسمها look for. look for، فبالتالي هقول he is looking for. تاني he is looking for his
wallet. طب تعال نشوف 143 bullet. Don't forget. Sorry. Don't forget. Don't forget يعني لا تنسى your A. It's raining. مهم جدا ان انا اكمل لان بقول it's raining يعني الدنيا بتمطر. تاني الدنيا بت ايه؟ بتمطر تمطر. فهقول له don't forget your A. ما تنساش ايه؟ يا ترى book كتابك ولا bag شنطتك ولا umbrella؟ اكيد طبعا don't forget your umbrella يعني الشمسية بتاعتك لان الدنيا بتمطر. تعال نشوف 144 بيقول لي ايه bike is this؟ قلنا يا حبايبي طالما الاجابة بأبوستروفي اس الملكية فاكيد السؤال بتاعي هيبقى بهوز، يبقى هوز بايك از ذس. ليه؟ قال لي اتس احمد، جاب لي الاحمد ابوستروفي اس ملكي. تعال نشوف 145 بيقول لي هي از ساد، هو حزين يا حبايبي، كلمه ساد بمعنى حزين. طيب طالما شخص حزين يبقى هي از ايه؟ سمايلينج بيبتسم ولا كراينج يبكي ولا لافينج بيضحك؟ اكيد طبعا كراينج بمعنى يبكي. اللي بعدها نمبر 146 بيقول لي وي بوت ايه ان اور واليتس، بنحط ايه في المحافظ بتاعتنا؟ يا ترى بنحط في المحفظة بوكس كتب ولا بنز اقلام ولا ماني فلوس؟ اكيد بنحط ماني يعني فلوس. اللي بعدها بقول I'm looking for my wallet، انا ببحث عن المحفظة بتاعتي. I ain't find it، طالما ببحث عنها يبقى انا مش لاقيها. طب يعني ايه لا استطيع ان اجدها؟ يبقى I can't find it، I can't find it. طب تعال نشوف 148 بقول this is Mona's dress، يعني ده فستان منى. يبقى it's a dress. قلت لك خلي بالك انا عندي في حاجه اسمها صفات ملكيه اللي هي my و his و her و its و our و their و your، وعندي ضمائر ملكيه اللي هي mine و his و hers و ours و theirs و yours. طب امتى هجيب الصفه وامتى هجيب الضمير؟ قال لي هجيب الصفه، صفه الملكيه، قال لي لو انا لقيت وراها اسم، يعني صفات الملكيه لابد ان ياتي بعدها اسم. طيب ضمائر الملكيه اللي احنا بنقول في اخرها اسم، قال لي دي لا ياتي بعدها اسم، وده الفرق. لو لقيت الاسم ما اختارش الاسم، ما لقيتش الاسم وكلمه ماي على طول لازم اختار خلاص الاسم. طيب هنا بيقول لي this is Mona's dress. It's a dress. طالما جاب لي الاسم خلاص ما ينفعش اقول hers لان ده ضمير ملكيه، هختار her. يبقى it's her dress. يعني ده فستانها. طيب شوف اللي بعدها بقى نمبر 149 بيقول لي this dress is a. هذا الفستان ايه؟ انا عايز اقول الفستان ده ملكها. طيب يا ترى هقول her ولا hers؟ هقول لك يا ترى جاب اسم، هتقول لي لا خلاص هات اللي فيها اسم اللي هي hers. طب تعال نشوف 150 بيقول لي she comes. comes دي يعني تسرح. تاني comes معنى تسرح او تمشط، يعني هي بتسرح شعرها. her a with a brush، brush يعني فرشه. اكيد هتسرح ايه يا حبايبي؟ هتسرح شعرها. طب الشعر فين؟ hair ولا here ولا hair؟ قال لي لا طبعا هي hair يعني شعر. تعال نشوف 151 بيقول لي the sunglasses. طبعا هنا يا حبايبي اول ما الناس هتشوف sunglasses هقول لك بس الاسم ده اسم ايه؟ مفرد. ده نظارة. قال لي لا النظارة ده جمع، النظارة دي مكونة من عدستين فبالتالي هي جمع. شكل الشوز جمع، شكل الشورتس جمع، شكل السوكس جمع، كل الأسماء دي يا حبايبي جمع، الأزواج دي كلها جمع. فبالتالي لما أقول the sunglasses اوعى تقول is on the table، لازم أقول are on the table. تاني لازم أقول are on the table. طب تعال نشوف 152 بيقول لي ايه my sunglasses. تاني ايه my sunglasses؟ طبعا هنا برضو sunglasses مالها يا حبايبي؟ قال لي جمع خلاص، فبالتالي هقول these are. تاني these are my sunglasses. اللي بعدها number 153 بيقول لي the key is. the key is you or your or yours. طبعا يا حبايبي خلي بالك هنا في اسم بعدها، قال لي لا ده الاسم جه قبلها فبالتالي هختار ضمير الملكيه اللي هو yours. number 154 بيقول لي ايه color is it. طبعا انا بسال عن اللون بكلمه what color. تاني بسال عن اللون بكلمه what color. number 155 بيقول لي it's red a green. طبعا خدنا لونها احمر واخضر فبالتالي هختار and. and معناها و. تعال نشوف 156 بيقول لي the bag is. الشنطه دي ايه؟ طبعا برضو ببص يا ترى الاسم جه قبلها ولا بعدها؟ جه قبلها ما جاش بعدها، يبقى انا عايز ضمير ملكية مش عايز صفة ملكية، فبالتالي هقول the bag is mine. ما ينفعش اقول my ولا I. تعال نشوف 157 بيقول لي ايه worry. طبعا يا حبايبي قلنا لا تقلق اسمها don't worry.
don't worry يعني لا تقلق، فبالتالي هختار don't. طبعا النهي دايما بيبقى بكلمه don't، ما ينفعش يبقى بكلمه doesn't. تعال نشوف نمبر 158، بيقول لي it's hot. hot يا حبايبي يعني الجو حر. please ايه the window، ايه الشباك. طبعا لما يبقى الجو حر هقفل الشباك ولا هفتح الشباك؟ اكيد هفتح الشباك، فبالتالي هقول open the window يعني افتح الشباك. نمبر 159 بيقول I can eat it. قلت لكم يا حبايبي ان كان ده فعل نايس، وعندنا may برضو ده فعل نايس، الاثنين بيجوا وراهم يا حبايبي مصدر، فبالتالي لما اقول I can eat it لازم اقول I can see it، ما ينفعش اقول sees و see. نمبر 160 بيقول the book is a. طبعا هنا برضو مفيش وراها اسم، الاسم جاي قبلها، فبالتالي هختار ضمير ملكيه اللي هو yours. اللي بعدها 161 بيقول my a beats fast. طبعا لازم اكون عارف كلمه beats اللي معناها يدق او يضرب بسرعه. طبعا مين في دول اللي هيدق بسرعه؟ اكيد طبعا هو مين؟ الهارت. هارت يعني القلب. نمبر 162 بيقول لي ايه باج ذس، ايه باج ذس. طبعا هنا بسال عن الملكيه ب هوز، فبالتالي هقول هوز باج از ذس، تاني هوز باج از ذس. طب تعال نشوف نمبر 163 بيقول لي هير ايه از بلاك، تاني هير ايه از بلاك. طبعا هنا بيقول لي هير ايه، يا ترى هير ولا هير ولا هير، وانا طبعا عايز اقول ان شعرها اسود، فبالتالي هقول هير يعني شعر. تعال نشوف 164 بيقول لي يور كاميرا از ريد، يعني كاميرتك دي لونها احمر، بات ايه از يلو. طبعا عايز اقول هنا كاميرتي جميل، بس هو جاب لي قال لي ايه كاميرا ولا ما جابليش حاجه؟ قال لي ما جابليش حاجه. طب انا عايز اجيب ملكيه، انا عايز اقول كاميرتي بس ما فيش بعدها اسم، قال لي خلاص بجيب ضمير ملكيه. طب ضمير الملكيه اللي هو مين يا حبايبي؟ ماين، بات ماين از يلو، تاني بات ماين از يلو. تعال نشوف اخر مجموعه معانا نمبر 165 بيقول لي وي تيك بيكتشرز وذ. طبعا قلنا ان احنا بناخد الصور بالايه؟ اكيد بالكاميرا، كاميرا. نمبر 166 I can see trees at the. بقول انا بقدر اشوف الشجر فين؟ يا ترى في البنك ولا في البارك ولا في الهوسبيتال؟ اكيد في البارك، وبارك يا حبايبي معناها حديقه. تعال نشوف 167 بيقول لي ايه كيز ار ذوز. طبعا قلت بسال عن الملكيه ب هوز، فبالتالي هقول هوز كيز ار ذوز، هوز كيز ار ذوز. اللي بعدها نمبر 168 بيقول لي I can see a. يا ترى بوك ريد ولا ريد بوك ولا ريد بوكس؟ حبايبي انا قلت دايما في الانجليزي الصفه بتيجي قبل الاسم واللون بيجي قبل الاسم. طب يا مستر انا عندي هنا ريد بوك وريد بوكس، هقول لك بص فوق كده هتلاقي وادي معناها ان الاسم اللي جاي اسم مفرد، فبالتالي هقول ريد بوك. تاني اي كان سي يبقى ريد بوك. نمبر 169 بيقول لي احمد's arm hurts، بيقول ان دراع احمد بيؤلمه. هي از جوينج تو ذا، يا ترى لما يكون دراعي يؤلمني هروح الهوسبيتال ولا السكول ولا الباص؟ اكيد هروح الهوسبيتال يعني المستشفى. ذا لاست وان اخر واحده بيقول لي اي اند يو هاف واليتس، يعني انا وانت معانا محافظ. طيب خلي بالك انا وانت دي يعني وي، يعني احنا، اي جمع انا معاه يبقى وي، اي جمع غير يا حبايبي يبقى ذا. طيب هقول بقى ايه واليتس ار ريد؟ خلي بالك بقى من الكلام. طبعا هنا يا ترى هقول يور ولا ماي ولا اور ولا ذير؟ قلت انا وانت يبقى احنا، يبقى صفه الملكيه مننا احنا هتبقى اور، فبالتالي هقول اور واليتس ار ريد. وبكده يبقى احنا خدنا اختياري على كل المنهج من الالف الى الياء. طبعا هتراجع الكلام ده مره واثنين وثلاثه، طبعا معاك قبل الامتحان لغايه الامتحان ان شاء الله تقدر تراجعه مره واثنين وثلاثه واربعه، وحاول ان شاء الله تشير لزمايلك على قد ما تقدر لعل الكل يستفيد ان شاء الله. يا رب انتوا كمان تكونوا استفدتوا معانا النهارده، وان شاء الله استنونا في المراجعه بتاعه الصف الخامس الابتدائي ان شاء الله. اوعى تنسى شير لكل زمايلك ان شاء الله عشان الكل يستفيد، وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو عجبك الفيديو يلا بسرعة انزل اعمل سبسكرايب للقناة، وكمان اعمل شير وفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي جاي ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.